السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، معكم أحمد صالح بلقاء جديد ضمن صناعة المحتوى في برنامج الباوربوينت. واليوم رح نتعلم كيف نجعل من الصورة أكتيف، يعني نعمل فيها إنيميشن وأحياء لأي صورة ثابتة. مثل ما أنا شايفين الصورة يلي على الشاشة الآن هي عبارة عن صورة ثابتة، قمنا بتحريك الشلال ضمن برنامج الباوربوينت بهذا الإيحاء البصري البسيط. كيف ممكن إحنا ننجز هذا الإنيميشن أو الأحياء للصورة الثابتة، سواء كانت غيوم أو كانت أمطار أو كانت شلال مياه، أي جسيمات بتحب أنك تحركها بصورة تجعل منها صورة متحركة، هذه اللي رح يكون محور لقائنا لهذا اليوم. قبل ما نبدأ أصدقائي، أطلب منكم حبا وفضلا وتكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات لتساهم معي بإيصالها إلى المستحقين. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك منا كل جديد. ولا تنسوا زيارتي على قناة حكاية شغف، أكون ممتن جدا لدعمكم على الحكاية. ويلا مباشرة لحتى نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة تانية. رح أترك في صندوق الوصف رابط للموقع لتحميل الصوريات بالمجان بالدقة العالية. هذا الموقع رح تشوف فيه الصور اللي أنت محتاجها. في حقل البحث طبعا تكتب أنت المحتاج البحث عنه، وأنا بحثت عن صور الشلال. رح استخدم الآن هذه الصورة، تمام، اللي أنا محضرها لحضراتكم اليوم. بعد ما تفتح الصورة بهذا الشكل، الآن بننقر باليمين وبنختار نسخ للصورة وبنتوجه إلى برنامج الباوربوينت. رح أنقر باليمين وبنختار لصق للصورة. رح توجه أول شيء إلى تنسيق ومن اختصاص، ورح اختار نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9، ومندوس مرة تانية على مفتاح القص. رح اختار من المحاذاة إلى اليسار ومحاذاة إلى الأعلى، وبنقر من الزاوية وبسحب بكبر صورة على ملء الشريحة بالضبط. رح نعمل الآن تكرار للشريحة، تكرار للشريحة. رح نتوجه إلى أدراج، ومن الأشكال رح ناخذ شكل الخربشة، وبجي برسم خربشة حوالي الحد للشلال اللي أنا محتاج أعمل له إنيميشن أو حركة، تمام، بهذا الشكل. بنقر مع السحب لحتى أرسم، تمام، هذا الشكل وأحدد بالضبط اللي أنا محتاجه من حركة الشلال. هذا بحتاجه أنا بالضبط تماما. رح حدد الآن الصورة الكبيرة، أضغط مفتاح الكنترول ومن ثم الشكل اللي كنت رسمته بأي شكل الخربشة. نتوجه إلى تنسيق، ومن دمج الأشكال مختار تقاطع لحتى يظل عندي فقط الشلال. أنقر بيمين ومنتوجه إلى تنسيق الصورة. الآن من تأثيرات الصورة عندي الحواف الناعمة، رح نختار وليكن على سبيل المثال 10 نقطة لحتى يكون عندي تدرج بالحواف. بننقر باليمين نختار قص للصورة اللي رسمناها، وبنرجع إلى الشريحة الرئيسية وبنختار لصق للصورة لحتى يكون معي شكل بهذا المظهر بالضبط. رح أطبق الشكلين فوق بعضهم البعض. لحتى نميز العمل عم نشتغل عليه، رح نتوجه إلى خصائص الصورة، ومن السطوع على سبيل المثال رح نقلل أو نزود السطوع حتى نميز فقط الشكل اللي نحن عم نشتغل عليه. تمام يا أصدقائي، هذه الشريحة ما عاد محتاجة، بنعمل لها ديليت أو حذف مباشرة. رح أنقر على الشكل اللي نحن عملنا له اختصاص، ومتوجه إلى قائمة الحركات ومنختار حركة للشكل اللي هي نمو وتقلص بحيث يعطيني التكبير. من خيارات التأثير رح نختار التمديد يكون عندي عمودي بهذا الشكل بالضبط، تمام. رح نفعل جزء الحركة لحتى نشتغل بعض الأمور البسيطة. الآن بدأ التأثير محتاج يكون مع السابق تماما، ولما رح نشغل رح نشوفه بهذا المظهر تماما. رح نشوف نسبة التكبير زايدة كتير على الحد اللي نحن نرغب له بالصورة، فبنجي إلى خيارات التأثير وبنجي إلى الحجم المراد التكبير له، وبنشتغل هون بالحجم حسب المجسم وحسب الشكل حسب المساحة اللي انت قمت بقصة اللي عندك إياها. خلني أكبر على سبيل المثال إلى 120% وأنكر على موافق. فقط أنا محتاج الآن هذه المساحة أو هذا الحجم. رح أرجع أضغط على الشكل نفسه والصورة نفسها، ونختار إضافة حركة ونختار خطوط، تمام. وأنا محتاج الخط يكون عندي إياه للأسفل، لكن ما أنا محتاج يكون عندي إياه بشكل كبير. أضغط مفتاح الشيفت وبنرفع، يعني يكون معي مثلا على النسبة لهون فقط لا غير، تمام. كمان بختار يكون عندي مع السابق، تمام يا أصدقائي. لو شغلنا الآن الحركة رح يكون معنا بهذا الشكل بالضبط، تماما. الآن برجع بتوجه مرة تانية وأنا محدد على الشكل، وبختار إضافة حركة وبختار تضاؤل، يعني أنا محتاج يعمل له تأثير خروج اللي هو يكون يعني تضاؤل، تمام. الآن التضاؤل كمان بختار البدء مع السابق
المدة بخليها إلى واحد، وبنعمله نسبة تأخير يعني ما يخرج مباشرة، خلي يكون عندي نسبة تأخير وليكن نسبة 75، ورح نجرب حاليا ونشوف الخيارات لحتى نأخذ الأفضل منها حسب طبيعة كل صورة أنت عتشتغل عليها. هذه الأرقام تتغير معك. خلني أرجع أنقر باليمين على الصورة وبختار تنسيق الصورة، ومن الخصائص خلني أرجع السطوع إلى الصفر لترجع صورتي طبيعية 100%. الآن إحنا لو شغلنا رح نشوف معنا هذا المظهر مثل ما أنا شايفين يا أصدقائي. تمام، الآن بكل بساطة رح أحدد على الصورة نفسها، خلني أصغر شوي حتى يبان معنا الموضوع، وباخذ منه تكرار أكثر من مرة، دوبليكيت هي وتأثيراتها. فبضغط على مفتاحي كنترول زائد دي مرة 2 3 4 5 6 7 8 9 وليكن على سبيل المثال. تمام، انت كل ما كررت اكثر كل ما صار في استدامه للحركه على الشاشه اكثر. تمام، اضغط كنترول زائد اي تحديد الكل، برجع بضغط الكنترول وبلغي التحديد على الصوره الفعليه. بنتوجه الى تنسيق لحتى نضبط محاذاه لكل الاشكال، فبنختار محاذاه الى الاعلى ومن ثم محاذاه الى اليسار لحتى نضبط كل الاشكال فوق بعضهم البعض. الان احنا لو شغلنا رح نشوف حركه واحده فقط لا غير. انا محتاج يكون في عندي الحركات وراء بعض، الحركات وراء بعض لحتى يعني أشعر بأنه أنا في عندي أكثر من حركة وليست حركة واحدة فقط لا غير. بنلاحظ الآن كل ثلاث تأثيرات هن بيعبروا عن حركة لمين، لشكل واحد أو لصورة واحدة. رح حدد ثلاثة مع بعضهم البعض بهذا الشكل مع مفتاح الشيفت أو مفتاح الكنترول. نتوجه إلى الحركات ونعمل نسبة تأخير وليكن عندي إياه 50. تمام، برجع بختار اللي بعدهم وبنختار وليكن عندي اياها بنسبة 1 ثانية، ومزيد مدة التأخير للتأثيرات للأشكال بهذا الشكل بالضبط. بعد ما انتهينا من ضبط كل التأثيرات فقط انا رح موضوع الفيد شايفينه نرجع معي للبداية، رح نسحبه مثل ما كان تقريبا للنهاية، فقط نغيره فقط لتقريبا النهاية. رح يكون معي الخروج للشكل، ففقط انا بعدل الفيد اوت يعني الخروج، تمام، او التأثير الانهاء للاشكال او للصوريات، تمام، يكون معنا بهذا الشكل بالضبط. وهلأ لو شغلنا رح نشوف الحركة صارت معنا بهيدي الجمالية يا أصدقائي. هذه اللي حبيت أني أقدم لكم بهذا اللقاء، كيف ممكن نعمل إيحاء الحركة على أي صورة موجودة عندي إياها. فيها بعض الأشكال الأصل فيها يكون عندي إياها متحرك في الوضع الطبيعي، كيف أني أعمله متحرك، تمام، رغم الصورة عندي إياها ثابتة ضمن برنامج الباوربوينت. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء النافع والجميل واللائق فيكم كالمعتاد. فتكلما لا تنسوني من التفاعل، ومع تفاعلكم ودعمكم حتما رح نقدم المزيد. انتظروا أحمد صالح في لقاءات جديدة، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.